الهيئة العامة للأوقاف. أنت ذكرت أن هذه الهيئة هي دورها المفترض أن تنبه الحكومة على أهمية المساجد ودور المساجد في هذه الأزمة، وتنظم المساجد لإعادة فتحها عوضا أن تهملها وتأمر فقط بإقفالها. والشيخ عبد الرحمن قدوع أيضا أشار إلى كأن الهيئة العامة للأوقاف تريد أن تنافس أو تتداخل في اختصاصها مع اختصاص دار الإفتاء الليبي. كيف تنظر إلى دور الهيئة العامة للأوقاف؟ نعم، هذا الأمر تكرر سابقا في أكثر من مناسبة، وليس في موضوع إغلاق المساجد فقط أخي عبد الرحمن. يعني العام الماضي دار أو هيئة العامة للأوقاف أصدرت بيان ب يعني دخول شهر شوال والعيد عيد الفطر المبارك، بعد أن أصدرت دار الإفتاء بيانها وخالفت بذلك دار الإفتاء، ولم تعتمد في هذا البيان على يعني تسجيل مثلا شهادة في المحكمة أو غير ذلك. وهذا غير ليس من اختصاص دار الهيئة العامة للأوقاف. الهيئة العامة للأوقاف لا علاقة لها بتحديد مبدأ الشهور القمرية أو نهايتها أو دخولها أو خروجها، إنما هو اختصاص أصيل لدار الإفتاء، وهذا بنص القانون الليبي. أيضا في مسألة تحديد زكاة الفطر، شاهدنا كيف أن الهيئة العامة للأوقاف يعني خرجت عن اختصاصاتها ونازعت في دار الإفتاء في اختصاصها في الفتوى في جواز إخراج زكاة الفطر نقدا، وهو مذهب هذا البلد ومذهب الكثير من البلدان الإسلامية أيضا، ولا يخالف في ذلك إلا بلدان قليلة. يعني الهيئة العامة للأوقاف قامت بتخطئة هذا المذهب وهذا الخيار الذي يعني استمر عليه الليبيون لسنين عديدة. حتى قبل الثورة، هذه الثورة المباركة، كان الليبيون يخرجون زكاة الفطر نقدا، جاءت الهيئة العامة للأوقاف وخالفت اختصاصاتها وأفتت بعدم جواز إخراجها نقدا، بل قالت أن من يخرجها نقدا هو آثم. يعني الكثير من هذه الشواهد. أيضا المسألة التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن، وهي أن الإفتاء في فتح المساجد أو إغلاقها ليس من 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 مهام الهيئة العامة للأوقاف. مهام الهيئة العامة للأوقاف هو إدارة شؤون المساجد، توفير ما تحتاجه المساجد للقيام برسالتها وليس لإغلاقها. للأسف أخي عبد الرحمن، دعنا نكون واضحين، يعني إحنا ما عادش بنكذبوا على الناس، ما عادش بندهنوا على الناس. هذه الهيئة من يوم أن جاءها السيد محمد العباني لم نشاهد أي دور للمساجد في هذه المعركة. نحن الآن في معركة أكثر من عام الآن، والعاصمة تهاجم من قبل شذاذ الأفاق وترمى بالصواريخ. هناك دور للمساجد، هناك دور في المساجد في هذه المعركة. من الذي يحرض المساجد، ومن الذي يدعم المساجد للقيام بدورها؟ هي الهيئة العامة للأوقاف، هذا دورها، ولكن للأسف الهيئة العامة للأوقاف تركت هذا الدور، بل تناسته بالكامل. يعني خطباء في داخل مدينة طرابلس لا يقيمون وزنا للحرب التي لا تبعد عنهم، ربما المصلون وهم يصلون صلاة الجمعة يسمعون القذائف تصب على رؤوس الأبياء والمدنيين، والخطيب يتكلم عن حرمة الدماء المعصومة ووجوب التصالح ووجوب، وكأنه يقول لهم دعوا هؤلاء المهاجمين يدخلوا إلى طرابلس. ولا تتحرك الهيئة العامة للأوقاف يعني شبرا لتغيير هؤلاء الخطباء، بل تعيد تعيين يعني رئيس مكتب أوقاف صبراتة ممن الذين قاتلوا مع حفتر. يا سيد عبد الرحمن، الجمعة قبل الماضية عندما حدث اختراق في منطقة أبو سليم وتم يعني إيقاف أو القبض على مجموعة من خلية سرية أكثر من 100 شخص، 3/4 هؤلاء وجدوا أئمة وخطباء مساجد. يا عبد الرحمن، هذه الطامة الكبرى. يعني لما تدى خلية فيها 100 شخص، من 100 شخص تلقاهم 75 أو 80 هم في الأصل خطباء مساجد، هذه طامة كبرى، هذه يوصل عليها السيد العباني. إذا دور المساجد الذي أميت قبل جائحة كورونا
أريد له أن يمات أيضا في جائحة كورونا، واستغلت جائحة كورونا لإغلاق المساجد، لإنهاء دور المساجد في هذه المعركة. وفر الذريعة للهيئة العامة للأوقاف ومن يقوم عليها من أجل تعطيل دور المساجد في هذه المعركة.